الأولاد بقى يعني نقول أساميهم وكم سنة تقريبا؟ جنى وعبد الله وعبد الرحمن. جنى 12 وعبد الله وعبد الرحمن 9. ما شاء الله ربنا يخليهم لكم. في جينات بقى فنية عندهم ولا؟ لغاية دلوقتي ما ظهرش حاجة، في بس رسم حاجات كده انما لسه تمثيل وكده. هو الرسم قريب شوية من مجالك انت بقى كمصممة ازياء؟ في تصميم الازياء ممكن، ممكن التصميم. التأليف بقى يعني اخدك شوية من تصميم الازياء ولا؟ التأليف خدني والكتابة خدتني، وانا بحب الكتابة يعني، انا لما بكون في فرصة للكتابة لا بسيب الدنيا كلها واقعد اكتب يعني. ليها الاولوية الاولى؟ ليها الاولوية الاولى عندي. بس تصميم الازياء بحبه برضو، بس بقيت بقى لازم بختار كمان، خصوصا بعد كفر دلهاب والشارع اللي ورانا، بقيت بختار قوي يعني، بقيت عايزة عمل ابدع فيه، عمل يكون انا اضيف ليه كمان يعني، عمل اضيف ليه مش اي حاجة وخلاص يعني.